بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر جلال حسنين. إن شاء الله النهاردة هنكمل معاكم الحلقة الثانية Grammar Unit 2. بسم الله توكلنا على الله. نخلي بالنا مع بعض كده نشوف الزمن اللي عندنا إيه. The present perfect tense، الزمن المضارع التام. زمن المضارع التام اللي هو بيتكون من have أو has plus past participle زائد التصريف الثالث للفعل، اسمه present perfect، مضارع تام. طيب نشوف ايه علاقه الاسم ده ب يعني اللي احنا هنقوله النهارده، ونركز كده مع الشرح. نيجي لاستخداماته. المضارع التام يدل على فعل حدث في وقت بس غير محدد، وده اللي بيفرقه عن زمن الماضي البسيط. ازاي الكلام ده؟ خلي بالنا مع بعض كده. في مثلا عندي جملة هنا بتقول He has bought a car، انه قد اشترى سيارة. واخدين بالنا has bought اشترى سيارة، بس ما قلناش هو اشتراها امتى. لما نيجي احنا نقول في المثال نمرة 2 نخلي بالنا من الفرق كده، he bought a car yesterday، هو اشترى سيارة، حددنا امتى. يبقى في الحالة دي جبنا ماضي بسيط. يبقى المضارع التام يدل على فعل حدث في وقت غير محدد. نمرة 2 بيقول لي يدل على فعل حدث منذ فترة بسيطة او مازال اثره موجود باستخدام كلمات معينة. تعال نشوف مع بعض كده. في نبص هنا شطار الكلمة اللي اسمها just. just يعني توّن. I have just signed a new contract، أنا لسه توّن ماضي عقد جديد. نشوف كلمة just جاية فين؟ بعد have أو has وقبل التصريف الثالث للفعل. He has gone to Canada. طيب وهي هاز بين تو كندا. عايزين نخلي بالنا من الفرق بين الاثنين دول ما دام احنا بنشرح في زمن بريزنت بيرفكت. هاز جون تو مكان يعني ايه؟ يعني ذهب الى المكان، واحتمال يكون في الطريق اليه، احتمال يكون وصل هناك، احتمال يكون في طريق العوده. المهم ان هو لم يعد بعد، يعني هو ذهب الى كندا. انما لما يقول لي هي هاز بين تو كندا يعني he has come back، يعني هو كان في كندا، معناه ان هو he is not there now، he has come back. خلي بالنا برضو من النقط ديت. بعد كده نشوف هنتعامل مع ايه تاني. احنا ممكن نستخدم كلمة مهمة جدا في المضارع التام، لسه حالا مستخدمين كلمة just اللي يتون. في كلمة اسمها already. already اللي هي معناها ايه؟ بالفعل او من قبل. نقول ايه؟ أنا بقول مثلا don't forget to post the letter علي، ما تنساش تبقى تبعت الجواب يا علي. بكلم علي بقول له كده، فعلي راح ردد علي قال لي إيه؟ في حالة الإثبات أهوت already، بيقول لي I have already posted it. طب تعالى نشيلها خالص كده، هو بيقول لي I have posted it، أنا عملته، بس عشان يأكد المعنى بيقول لي I have already posted it. يبقى already شوف مكانها فين، برضو عاملة زي just بعد have أو has وقبل التصريف الثالث للفعل. ركز مع بعض يا شطار. في عندنا كلمة اسمها yet. yet معناها بعد أو حتى الآن، ده بنشرح في الـ present perfect. yet طيب مكانها فين؟ مكانها ممكن تأتي في السؤال، في نهاية السؤال Have you posted the letter yet؟ هل أرسلت الخطاب بعد؟ جميل. هنا بس في ملحوظة صغيرة كده، يعني يمكن أنا ما دونتهاش بس ممكن نقولها سريعا برضو، والشطار هيخلي باله معي ويفهمه. على فكرة احنا ممكن نجيب كلمة already في نهاية السؤال لما يكون ايه، زي مثلا ما أقول جملة زي دي مثلا have you finished all the homework already you are so quick. انت سريع جدا، يعني هل فعلا او هل بالفعل انت خلصت الواجب كله، انت سريع جدا. فممكن already تيجي في نهاية الجملة في نهاية السؤال. طيب نرجع ليت تاني. جبنا يت في نهاية السؤال بمعنى بعد او حتى الان، ممكن تيجي في حالة النفي. خلي بالنا، واحد بيقول لي
No, I haven't posted it yet. لا أنا لم أرسله بعد. جميل. يبقى يت تأتي في نهاية السؤال في المضارع التام وفي حالة النفي برضو في نهاية الجملة المنفية. شوف إيه بعد كده. في عندنا ever whenever. ever مثلا هنا يقول لي في حالة السؤال. تيجي الكلمة رقم ثلاثة هي للسؤال عن تجربة. Have you ever met the president? عمرك قابلت الرئيس؟ Have you ever played football? عمرك لعبت كرة قدم؟ بيرد عليه بيقول لي No, I have never met the president. Never بتنفي ever. طب نشوف لها حلقة كمان. ماشي. خلي بالنا من الصيغة اللي جاية ديت مع السوبرليتيف مع الصفة من الدرجة ثلاثة. نشوف الصيغة شكلها عامل ازاي بنستخدم ever. He is the cleverest boy. هو أمهر ولد I have ever met. يبقى في الصيغة ده هي نستخدم ever. I have never met. يعني أنا عايز أقول نفس الجملة ده هي بتاعت الصفة من الدرجة ثلاثة ده هي اللي فاتت اللي هي he's the cleverest boy. ممكن أقولها أروح أقيلها إزاي بنيفر بقى لو قال لي استخدم never. I have never met. أنا عمري ما قابلت. نستخدم بقى القاعدة اللي هي إيه such a أو an والصفة والاسم. such a clever boy يعني مثل هذا الولد الماهر أو a clever boy like him. في عندي recently ولاتلي الاتنين بمعنى not long ago اللي هي حديثا أو مؤخرا. نشوف كده. طبعا هم جايين مصاحبين للمضارع التام اهوت. I have received much information. امتى؟ recently في الآونة الأخيرة. طيب ولاتلي I haven't seen him lately. I have been feeling very tired lately. نخلي بالنا هنا شطار عشان لو جات لي recently ولاتلي مع بعض في اختيار واحد. هي recently بتأتي في الجمل المثبتة انما lately بتأتي في الجمل المنفية والجمل المثبتة. يبقى نهين اعام هي كلمة lately. نشوف الصيغة دي برضو. It is the first time أو it is the second time. مع الصيغة ده هي تستخدم المضارع التام. It is the first time he has driven a car. يعني أول مرة هو يسوق فيها عربية. معناها بتساوي he has never driven a car before. بعد كده احنا داخلين على for since. فور معناها لمدة. يأتي بعدها فترة زمنية. فور a year, فور two years, فور a month إلخ. سينس معناها منذ. يأتي بعدها بداية حدوث الفعل. زي مثلا ما بنقول في الجملة أو في التركيبة اللي قدامي فور معناها فترة زمنية. يأتي فور a year, فور two months, فور three hours, فور a few days, فور the last week. تمام. since معناها منذ. بيجي بعدها بداية الحدث. يعني since last year. نخلي بالنا شوف الحتة اللي فوق مع ايه. يعني كلمة last تأتي مع ايه مع since. لكن مع for نقول the last. هنا نقول since last year لكن for the last year. Last January مثلا 5 o'clock last week إلخ. في قاعدة تانية اللي سنس ظريفة جدا. سنس كده كده مادام بستخدمها في الماضي يبقى سنس اللي يجي وراها على طول ماضي بسيط اللي هو التصريف التاني للفعل. سنس ماضي بسيط. I have been here. انا موجود هنا since you found me. منذ ان اتصلت بيا. بعد كده بيقول لي المضارع التام اللي هو present perfect يعبر عن كمية الأشياء عدد الأشياء عدد المرات التي قمت بعملها. إزاي؟ يعني مثلا هنا في الإكزامبل اللي قدامي واحد بيقول لي She has written two letters. هنا two letters هي خطابين. يبقى في الحالة دي جبنا مضارع تام. إلا لو الشطار هيفهموني بقى في الحتة اللي جاية. لو قال لي مثلا yesterday يبقى في الحالة دي ماضي بسيط. How much sugar؟ ما كمية السكر؟ Have you already added؟ تمام. How often؟ كم عدد المرات أو كم غالبا؟ Has she been to the club this week؟ نلاحظ
التركيبات اللي جايه ونخلي بالنا مع بعض، واتمنى كده ان احنا نركز بس فيها شويه وربنا يلهمنا الصواب، احنا نقولها حلو وانتم تفهموها حلو. في الصيغات اللي جايه اللي هي علاقه الازمنه ببعضها، او ازاي الجمله نقولها بشكلين، نقول مع بعض مثلا كده، خلي بالك من الصيغه دي الاول كده. It is فتره زمنيه since فاعل last اخر مره ماضي بسيط. It's فترة since فاعل last ماضي. ممكن نقولها بصيغة تانية، طبعا المثال هيظهر وهتبقى واضحة قدامك، بس أنا إيه الأول بقول لك خلي بالك من الصيغة. ممكن إن إحنا نبتدي بالفعل، نقول نجيبه مضارع تام haven't أو hasn't، تصريف الثالث for، ونجيب فترة زمنية. طب نشوف الكلام ده عامل. مثلا بقول لي It's 3 weeks since I last watched TV. الصيغة إيه فاهم؟ It's فترة It's 3 weeks since I last watched TV. إنها مدة 3 أسابيع منذ آخر مرة أنا شاهدت التلفزيون. طب بيقول لي استخدم for. تمام، تعال بقى نعملها بالطريقة دي، نروح قايلين إيه؟ يبقى I haven't watched TV ها for، ونجيب الفترة بقى 3 weeks. I haven't watched TV for 3 weeks. طيب الصيغة الثانية subject فاعل last هنا بمعنى اخر مره، ماضي بسيط، حد اخر مره عمل حاجه when ماضي بسيط. ممكن نقولها بطريقه المضارع التام، يعني فاعل haven't او hasn't تصريف ثالث مثلا since، ونجيب وراها ماضي بسيط. برضو المثال يوضح اكتر. He last visited me اهي، هو اخر مره، وطبعا انت بتطبقها على الصيغه اللي انا محاول ان انا حاططها لك فوقيات ومبسطها لك. He last visited me اخر مره زارني when he was 20. طب بيقول لي استخدم since، يبقى اقولها ازاي؟ ها؟ He hasn't visited me since he was 20. برافو عليك يا شطار. طيب نشوف الصيغه اللي جايه، وظهرت لك المثال على طول واحنا بنتكلم اهوت. The last time اخر مره فلان اللي هو فاعل يعني ماضي بسيط اهو، was كانت يعني اخر مره حد عمل حاجه was كانت، ونجيب فتره زمنيه ونقول ago زي ما هتظهر في المثال اهي تحت اهي. The last time I saw him اخر مره انا شفته was اخر مره كانت 2 days ago. فبيقول لي استخدم فور، تعالى شوف هو كان كاتب لي يساوي فوق، او ممكن نقولها ازاي؟ فاعل haven't او hasn't والتصريف الثالث فور، يبقى نروح قايلين ايه؟ اهو I haven't seen him for 2 days. طب في كمان جمله، The last time he played tennis was in 2003. عايزني مره استخدمها بفور ومره استخدمها بسنس، ما يجراش حاجه، هنستخدم نفس الصيغه ده هي. تبقى نروح قايلين ايه؟ He hasn't played tennis for، ونحسب من 2003 ل 2018، ما اعرفش هتطلع 15 سنه، نقول مثلا for 15 years، يا اما سنس ونجيب نفس السنه سنس 2003. ايه الصيغه اللي بعد كده؟ بيقول لي ممكن المضارع التام هنا بيشابه المضارع البسيط، يستخدم للدلاله على المستقبل بعد الاتي. ايه هو الاتي؟ بعد الروابط اللي هي الزمنيه دهيت، اللي هي وين وتيل وانتل واف وافتر وبيفور واز سون از، بمجرد ان از لونج از، طالما، ذا مومنت، باي ذا تايم، الى اخره. بيقول لي ازاي؟ هات لنا مثال. اي won't اللي هي will not go out، انا مش هخرج until، حتى until I have finished، حتى اكون انتهيت من my homework. طيب خير وسيله للتعلم ان انا اذاكر وبعدين ان انا اطبق باكزامبلز، هنعمل اكزامبلز سريعه كده نشوف choose the correct answers مع بعض. A cold wind ريح باردة، نشوف مع بعض، بيقول لي for the last 3 days، يبقى ايه؟ has been blowing، وده زمن اسمه present perfect بس continuous، مضارع تام مستمر. في الجملة ديت as ill as I do now for a long time، معلش نبص مع بعض كده. I haven't felt، أنا عمري ما حسيت إن أنا تعبان زي ما أنا حاسس دلوقتي. I'll see you in August، أنا هشوفك
في اغسطس. امتى بقى؟ هنا احنا بنتكلم في المستقبل. when I come back. برافو. ما احنا اتفقنا ممكن مضارع بسيط وممكن مضارع تام. ممكن نقول when I come back او when I have come back. ايوه هنختار حاجه من دول. This letter around for days, لمدة أيام, and haven't even looked at it, حتى ما بصيتش له. إحنا عايزين هنا زمن تام. تعال ندور على المضارع التام كده. Carry, was carrying, have been carrying, am carrying, يبقى have been carrying, يعني أنا شايل الجواب ده هو لمدة أيام. Ouch, I have cut my thumb, عورت صبعي. We have to read a book every 3 weeks. انا بقولها كده قبل ما ببص لسه. every 3 weeks, كل 3 اسابيع. For this office since I arrived. since جاي وراها ماضي بسيط, يبقى هنا هنجيب ايه؟ هنجيب زمن مضارع تام او مضارع تام مستمر. يبقى I have been looking for, انا بدور على المكتب ده since I arrived. It has been raining heavily. الدنيا بتشتي. The last week. خلي بالك هنا. بص the last. يبقى هنا هنختار ايه؟ For the last. لو ما فيش the كنا هنقول ايه؟ Since last. يبقى اللي جابها هنا for the last. Mr. Farooq to Cairo. إلى القاهرة. مش عارفين بقى راح ورجع ولا لسه هناك ولا كده. بقيت الجملة بيقول لي and he will phone. هيتصل when he comes back, لما هيرجع. يبقى هو لسه مش موجود. يبقى has gone, ذهب. The show at 10 tomorrow evening. مراجعة على المضارع البسيط. يبقى نقول starts, هيبتدي العرض الساعة كذا. She last, هي آخر last. لما يكون وراها فعل هيبقى معناها آخر مرة. يبقى نقول هنا هو 8. Over millions of years, على مر ملايين السنين, the decade remains, اللي هي البقايا المتحللة أو المتعفنة. يبقى هنجيب مضارع تام. يبقى have been formed into fossil folds, تكونت على شكل وجود حفريات. I haven't seen him, أنا لم أرى, years and years, طبعا واضحة تبقى for. نشوف مجموعة تانية من الاختيارات. Have you met the manager yet, هل قابلت المدير بعد. داليا has practiced her hobby a long time, before. ريهام لندن recently, recently has visited. they to the USA, they are in Cairo, هم موجودين في القاهرة دلوقتي, يبقى هم كانوا, يبقى they have been. She for work already, يبقى she has left. Have you eaten all these bananas already? شوف زي ما احنا اتفقنا قبل كده ممكن already نجيبها في الاخر هنا دليل على التعجب والاستغراب. هل اكلت كل هذا الموز بالفعل already? سمير and ناجي have gone ولا have been friends? لا طبعا هتبقى have been friends all their lives. I have known him, انا عارفه. We joined, ماضي بسيط يبقى since على طول, since we joined. Noah has cleaned her room, it looks, يبقى has already. عادل has graduated from university since, عشان وراها تاريخ بداية حدوث الفعل. We have lived in Cairo since we, since يبقى اجيب وراها ماضي بسيط, since we got married, منذ ان تزوجنا. The manager has met many people, he arrived, يبقى since he arrived, منذ ان وصل الى مكتبه. شوف المجموعة اللي جاية. It's 5 hours, مدة 5 ساعات, since she came back. He 3 sandwiches up till now, 3 سندوتشات, يبقى has eaten التانية. This tree has grown
phenomenally tall over the years. Over the years, على مر السنين برضو من كلمات المضارع التام. They in Luxor sense 2015, طبعا هنا هيبقى مضارع تام, يبقى have left. I can't phone my parents because I, أنا مش قادر أتصل بوالدي, because I, يبقى أجيب هنا السبب هيبقى مضارع تام, I have lost my phone, I have lost my phone. نوال hasn't studied the lesson yet, لم تذاكر الدرس بعد. The plane, I can see it in the sky, أنا شايفها, قادر أشوفها في السماء, يبقى has just left. My uncle lived abroad. السؤال ده نخلي بالنا مع بعض كده, lived في الماضي البسيط. Four, five years ago. السؤال ده مش مظبوط. لا السؤال ده مش مظبوط. Four, five years. لا هو السؤال عشان نظبطه, بس هنظبطه اونلاين معاكم كده. My uncle has left abroad. هنشتغل كلمة ago دهيت, أنا بظبط السؤال معاكم أونلاين اهوت, يبقى has lived abroad for five years, مفيش بقى كلمة ago. السؤال عدلته معاكم فيه وأنا آسف, كان المفروض إن احنا نعدله قبل ما نخش التسجيل. هالة cannot play tennis because she, هي مش قادرة تلعب تنس, because she, بجيب مضارع تام, has hurt her hand. Basil is not hungry, هو ما هوش جعان في المضارع, because he has eaten a big lunch. We cannot go home by bus because the last bus has left. Hamid's hair is wet, شعره مبلول, because he a shower, يبقى has had. Radwa doesn't know what flying is like as she has never flown before, لأن هي ما سافرتش بالطيارة قبل كده. What have you never done, إيه اللي عمرك ما عملته, that you would like to do. How long have you studied English for. Since when have you lived in your home. I have never eaten shrimps, اللي هو الجمبري, before. Where is your father? هنا بيسألني أين والدك؟ بدل ما بسأل على حد يبقى مش موجود, يبقى أكيد هنختار has gone. يا ريت خلي بالك, شفت أنا فكرت إزاي, my father has gone to Cairo. أشكركم على حسن استماعكم, وما تنسوش تشتركوا في القناة, وإن شاء الله هنتقابل في شرح جرامر الوحدة 3. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي مستر جلال حسنين.